الآن معنا من بيروت كريستين كونستن، مديرة مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في لبنان. سيدة كونستن، مرحبا بك. تابعنا تقرير الحديث عن قرابة أو أكثر من مليون نازح جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على جنوب لبنان ومناطق مختلفة من لبنان، والأزمة الإنسانية كبيرة، أوضحنا جانبا منها في التقرير. أنتم في مكتب الأمم المتحدة تنسيق الشؤون الإنسانية، كيف تتابعون هذا الوضع وما هي التحديات الكبرى أمام المواطن اللبناني الآن كما ترصدونها أنتم وأنت موجود الآن في بيروت؟ Thank you very much. I want to just شكرا جزيلا. وددت بادئ ذي بدء أن أتحدث عن الوضع غير المسبوق في لبنان، حيث يعاني اللبنانيين من هذا الأمر. 12 شهرا من الأعمال العدائية، والآن هنالك طفرة في وقع ذلك على اللبنانيين خلال أسبوع أو أسبوعين ماضيين، وهنالك موجة من النزوح من جنوب لبنان وصولا إلى بيروت وأيضا إلى الأجزاء الشرقية من البلاد. هناك مليون شخص من المنكوبين من النازحين بسبب هذه الأزمة، هذا يعني أننا نتحدث عن مليون من أصل 6 ملايين، وبالتالي فإن وقع ذلك على البلاد بأسرها وقع كبير جدا. هناك أشخاص فروا من دون إخطار وقد فوجئوا بسبب ما حصل، لذلك هنالك مستويات عالية من الحاجات، ونحن كعاملين في الحق الإنساني نحاول أن نسد هذه الحاجات، ولكننا نعمل أيضا مع السلطات الحكومية ومع مؤسسات مجتمعية لكي نوفر الدعم للبنانيين والذين يحتاجون إلى مساعدة. لذلك البارحة أطلقنا نداء عاجلا، نداء للحصول على مساعدات مالية بواقع 1 مليون دولار، ونحن نطلب 426 مليون دولار كمبلغ إجمالي. تحدثت عن مجموعة من الاحتياجات الضرورية جدا للبنانيين الآن، نتحدث عن الغذاء، عن الدواء، عن الملاجئ، تعطينا أهم الاحتياجات الآن وما هو الأكثر ضرورة وإلحاحا بالنسبة للبنانيين خصوصا النازحين منهم في هذه الظروف؟ نعم، نحتاج طبعا إلى أماكن إيواء، ونحتاج إلى دعم الحكومة، وبالفعل الحكومة تلعب دورا أساسيا سيما القطاع التعليمي اللي يوفر مراكز إيواء، ولكن هناك الكثير من اللبنانيين لجأوا إلى أقاربهم، والكثير منهم أيضا يفترشون الأرض ويلتحفون السماء. وبالإضافة إلى ذلك ثمة حاجة لتوفير الطعام وتوفير المياه، ونحن ينتابنا قلق إزاء الرعاية الطبية، لأن هناك الكثير ممن أصيبوا، أكثر من 9000 شخص، والكثير منهم يحتاجون إلى دعم اجتماعي، لأن هناك إصابات نفسية يعانون منها، وهذا مبرر، ويتعين علينا أن ننظر في تأثير ذلك على الأطفال في لبنان، لأن منظومة التعليم قد تم تعطيلها وسيما في شهر أكتوبر. لذلك نحتاج إلى إنقاذ أرواح الناس، ونحتاج إلى سد الحاجات العميقة سيما فيما يخص التعليم وتوفير الطبابة وتوفير الخدمات المختلفة إلى اللبنانيين سيما أولئك الذين بالفعل نزحوا ووضعهم بالفعل يائس جدا. نعم، طلبتم أو يعني توجهتم بنداءات لمختلف الدول والمنظمات الأخرى لتقديم يد العون وللحصول على مبالغ وأموال لتقديم وتوفير هذه المساعدات، هل استجابت أي من الأطراف لكم؟ هل وصلت أي من المساعدات المالية أو العينية حتى الآن إلى لبنان؟ تطلعين على شيء منها؟ نعم، لقد أطلقنا النداء العاجل وطلبنا ب 426 مليون دولار، ونحتاج إلى أموال إضافية، وقد فعلنا ذلك وطلبنا بذلك على مدى 11 شهرا ماضية. وهناك توترات كما تعرفون، هناك الكثير من النزاعات تستشري في عالمنا، والآن نواجه أزمة حادة، وهناك تركيز على لبنان، وقد بدأ ذلك بالتأثير على لبنان، نحتاج إلى أموال، وهناك بالفعل مساهمات سخية من قبل الإمارات العربية المتحدة
ودول في الشرق الأوسط. هناك أيضا مساهمات فوق المساهمات الأصلية من قبل دول أوروبية والولايات المتحدة الأمريكية وكندا، وأيضا هناك مساهمات متواضعة من قبل دول أخرى، ولكن على العموم نحتاج إلى المزيد. وهذا التحدي بالفعل نواجهه لكي نحصل على تمويل إضافي، لأنه لحسن لسوء الحظ الأمور تتصاعد وبالتالي الحاجات سوف تتنامى. وإذا ما سمحتم لي، وبخلاف التمويل نحن نطالب دعم الدول الأعضاء تحت مظلة الأمم المتحدة لكي نصل إلى حل سياسي لهذا الوضع، لهذه الأزمة التي تواجه لبنان وشعبها. نحتاج إلى تخفيض التصعيد، نحتاج إلى احترام القانون الدولي الإنساني وأحكامه والالتزامات المرتبطة به لحماية المدنيين. في هذه النقطة الأخيرة وفي سؤال أخير، هل تتواصلون، هل لديكم خطوط اتصال مع الحكومة الإسرائيلية لمطالبتها باحترام القانون الإنساني وعدم استهداف المدنيين، وهو ما يفرضه عليها القانون الدولي والقوانين الإنسانية المختلفة؟ لدينا الأمم المتحدة، وهي منظمة تضم جميع الدول الأعضاء، وإسرائيل دولة عضو كما هو شأن لبنان. أعتقد أن الأمم المتحدة ونحو المستمر طالبت بخفض التصعيد، وطالبت بإحلال السلام في الشرق الأوسط والوصول إلى حلول على الجبهة السياسية، وأيضا وضع حد الأزمات التي تعصف في هذه المنطقة وفي بلدان أخرى، وسوف نستمر في المطالبة بذلك. كريستين كونستن، مديرة مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في بيروت، شكرا لك.